احبتي المشاهدين، اليوم راح ناخذ نسمه من برنامجنا نسمات زاغروس، واللي هو عيد ميلاد الفنانه الكبيره القديره نسمه المحبوبه، محبوبه العراقيين، اللي دخلت بكل بيت عراقي وحبوها كل العراقيين. اليوم حاضرين بعيد ميلادها، اكيد قناه زاغروس تكون دائما سباقه في هكذا محافل وهكذا مهرجانات، واليوم احنا موجودين بعيد ميلاد الفنانه القديره نسمه من داخل القاعه، ناخذ التهاني والتبريكات من الحضور، من المحبين، من اللي موجودين اليوم هنا بالقاعة، اللي يحبون يقدموا لها أجمل التهاني والتبريكات. فتعالوا ويانا نتعرف على الحضور اليوم ونشوف شنو اللي يحبون يقولوه من القلب إلى القلب النسمة. مرحبا، شلون الصحة؟ مرحبا، الأحوال؟ الحمد لله. قبل ما أقول لك كلمة النسمة، شو تصيرين من النسمة؟ شنو صلة القرابة بينك وبينها؟ صديقة. صار لكم كم سنة؟ يعني لا ما صارنا هواية، بس هي حبيبتنا نسمة. حبيبتنا. اليوم عيد ميلادها، شو تحبين تقولي لها من القلب إلى القلب؟ هابي بيرثدي، وإن شاء الله العمر كله. إن شاء الله العمر كله. الله يخليك. شكرا لحضورك. الله يخليك، الله يسلمك. إذن جولتنا اليوم راح تكون من داخل القاعة، ناخذ التهاني والتبريكات من الحضور اللي موجودين اليوم بالقاعة، حتى نعرف شنو اللي حابين يقولوه ويوصلوا النسمة بيوم عيد ميلادها. مرحبا، حياك الله. أخبار قدوة العين؟ صلة قرابتك بنسمة شنو هي؟ أمنا قدوة العين. يعني تعبير خير الكلام ما قل ودل وبالصميم. أمنا وصاحبة فضل علينا، خاصة احنا الشباب الجدد، لأن هي الوحيدة الفنانة الكبيرة اللي تدعم المواهب اللي صار. بالمناسبة احنا كليتنا بالوقرية وكليتنا ممثلين وكليتنا خريجين معهد فنون جميلة. بعد راح اجيكم واحد واحد، اصبروا لي. انا الوجه مالتهم يستحون كليتهم. احنا نحاول اليوم. اللي اريده منك شنو؟ شو تحب تقول لها اليوم النسمة من القلب للقلب؟ اقول انت عيوني ما اشوف انا، اذا مو بيج الله لغيرنا لا ينطيج. هاي امنا، كل عام وهي بخير، ان شاء الله العمر الطويل لها، الله يخليك ويخليها لنا سند. الله يحفظها ويسلمك. بدول عينك، الله يخليك. شلونك؟ شو اخبارك؟ شنو صلة القرابة بينك وبين نسمة؟ نسمة حبيبتي وصديقتي، وبنفس الوقت هي كانت الراعية الرسمية للمهرجان مالتي. اكيد. زين، شو تحبين اليوم تقولي لها باعتبار اليوم عيد ميلادها؟ شو تحبين توصلي لها كلمة؟ احب اقولها كل عام وانتي بألف خير حبيبتي امي، الله يحفظك ان شاء الله، واحبك هواية. شكرا لحضوركم اليوم. اكيد. اذا مستمرين في جولتنا من داخل القاعة. مرحبا 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 مرحبا، شلونك؟ هلا حبيبي. شو اخبارك؟ الله يخليك. شو تحبين تقولين للنسمة اليوم؟ نسومة طبعا احنا مو صديقات، احنا خوات، صار تقريبا 22 سنة. زين. ورغم الغربة اللي انا كنت بيها 16 سنة بكندا ورجعت، فهي حبيبتي. وها وللعلم تسمع كلامي. اي والله. يعني هسه اذا نسألها فعلا؟ فعلا اسألها. حتى بالاعمال الفنية. زين. اوكي؟ زين. لان انا مخرجة تلفزيونية. وكنت ادرس سابقا في معهد فنون جميلة. نعم. فلازم تسمع كلامي. كلش تمام. مو؟ حبيبي. الله يخليك، شكرا لحضورك ونورتي العراق اكيد من بعد هاي. طبعا هذا بلدي. بدول عمرك حبيبي. شكرا جزيلا. بدول عمرك. نسمات زاغروس بالتأكيد اليوم احنا محتفلين بنسمة العراق، فنانتنا القديرة نسمة حبيب. وكذلك اخونا العزيز القدير محمد الافندي حبيب القلب. شلونك؟ يا عمري اول شيء انا مشتاق لك هواي، وانا احب هاي القناة هواي لانه بها ادارة ناجحة مثل هيفاء الحسيني وكل الكوادر اللي العاملة بها. دائما مثل هيك افراح انا احبها اكثر من مهرجانات، يعني بهيك مناسبات تلتقي بالاحبة الحقيقيين، الاحبة اللي ما عندهم دغش وما عندهم مصالح وما عندهم هاي التفاصيل. فاحنا اليوم فرحانين بهاي اللمه ونبعث امنياتنا وتحياتنا لنسمه، واتمنى ان اشوف هاي الفنانه ترجع من جديد الى الشاشه بقوه، لان حقيقه هاي الفنانه انظلمت من الكتاب، انظلمت من المخرجين والمنتجين ايضا. فالعوده لنسمه الى الشاشه بقوه وان تسند لها ادوار، يعني احنا اللي عرفناها بها كوميدي. طبعا لا اعلم ما ليش هذا الاستبعاد، ليش استبعدتوا نسمة من الأعمال؟ فعلا. الجمهور هاي الجمهور كله يريده. فعلا.
ان شاء الله خير. اكيد بالتاكيد. شلونك؟ انا كلش زين، ما دامك انت زين انا زين. يا حبيبي قلبي قلبك. شوفك بخير ان شاء الله. قليبي انت حبيبي، الف سلامه. اذا جولتنا اليوم مستمره مثل ما قال اخونا محمد الافندي، انه استبعاد نسمه من الفن بشكل عام مظلومه من قبل المخرجين المنتجين الكتاب. نامل ونتمنى انه ترجع نسمه بكامل قوتها وطاقتها، ترجع للشاشه العراقيه كمحبوبه العراقيين، نسمه العراقيين. مستمرين بجولتنا بالتاكيد، نتعرف اكثر على الحضور اليوم. نريد كلمه من القلب الى القلب لنسمه، شو تحب تقولها؟ نسمة فنانة عراقية رائعة، تدخل الفرحة والسرور في قلوب ونفوس أبناء الشعب العراقي بمسلسلاتها، بضحكاتها، بطرائفها، بمشاركاتها الفعالة في المسلسلات والدراما العراقية. أطبع قبلة العراق على جبينها بهذه المناسبة. أتمنى لها مزيد من الإبداع والتألق لخدمة الفن العراقي الأصيل النابع من صميم أمة تهوى السلام والحياة والوئام. أحب تقول أستاذي لنسمة بهذا اليوم كونه عيد ميلادها وبدت سنة جديدة من حياتها؟ لفنانتنا الكبيرة السيدة نسمة كل الحب والتقدير، وتمني لها أن ينبض قلبها كما هو بالحب. هي نسمة جميلة، نسمة على العراقيين بطلتها، بظهورها على الشاشة، بحركتها، بخفتها، ببساطتها، فضلا عن ذلك بتمثيلها الراقي والرائع. هي في قلوب الجماهير جميعا، نتمنى لها العالمية، نتمنى لها الموافقية، نتمنى لها السعادة. هي بغداد، هي العراق، هي الإنسانية جمعاء، هي القلب الذي يحتوينا ونحتويها. لها منا كل الحب والتقدير. أحبتي المشاهدين، نختم جولتنا لهذا اليوم بأحلى نسمتين، أكيد ست هيفاء الحسيني والممثلة نسمة القديرة. فنحب نأخذ كلمة من ست هيفاء، شو تحبين تقولين اليوم النسمة كون اليوم عيد ميلادها؟ أريد كلام من القلب إلى القلب. بالطبع ست نسمة الفنانة الكبيرة صديقتي وأختي، اليوم كلش فرحانة أحضر عيد ميلادها، وأتمنى لها العمر المديد وإن شاء الله الصحة والسلامة والعافية، وإن شاء الله تبقى متألقة لأن هي نجمة العراق. أنا أعتبرها الأولى، عندها جمهور هواية، ناس محبين نسمة، بالفعل نسمة لأن دخلت قلوب كل العراقيين. أحبها هواية، صديقة حبيبة نجمة، الله يحفظها يطول بعمرها، يعطيها السعادة مثل ما هي تسعد الناس، إن شاء الله السعادة تحصل أكثر وأكثر. دائما من نقول نسمة نقول يعني خفة الدم، الفرحة، الابتسامة بالبيوت العراقيين. فأحب أشكرها، وحبيت هذا اليوم أحضر رغم كل المشاغل اللي موجودة عندي، لكن حبيت أهنيها بنفسي وأقول لها تبقين نجمة العراق الأولى بالضحكة وبالابتسامة، وتبقين أنت المتصدرة وفرحة كل العراقيين. حبيبتي ست نسمة، حبيبتي. نسمة باسم ست هيفاء وباسم قناة زاقرس وكادرنا كله، نقول لك كل عام وانتي بألف خير، صحة وسلامة، تحقيق كل أمنياتك إن شاء الله. شو تحبين تقولين اليوم؟ طبعا كل شكر وتقدير الست هيفاء الحسيني، طبعا أحل حضورها اليوم شرفتني ونورتني، والله كان يعني أسعدتني بهاي الجاية. شكرا لجهودها، وطبعا كادر كلية قناة زاقرس اليوم التصوير كلية، شكرا لك يا رب. هي أخت وصديقة وأم لكل العراقيين، ربي الصحة والعافية لها ويخليها إن شاء الله شجرة مثمرة لنا دائما. حبيبي الله يخليك، كتب القلب. مع أجمل نسمتين أرجع البرنامج لنا نسمة زاقرس، وإلى لقاء آخر في أمان الله.